بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية وفي مستهل هذا الحدث الكريم أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه إلى فخامة السيد الرئيس بغاية الشكر وبالغ التقدير على رعاية سيادته ودعمه المتواصل لمنظومة العمل الشبابية والرياضية بشتى مفرداتها ومختلف مكوناتها، وهو الأمر الذي أتى ثماره وظهرت جلية في تلك الطفرة النوعية غير المسبوقة للبنية الرياضية والتي كان لها نصيبا وافرا من أعمال النهضة الشاملة. وقد شهدت البنية الشبابية والرياضية المصرية خلال الآونة الأخيرة العديد من الإنجازات، منها على سبيل المثال إضافة 3758 ملعبا خماسي وقانوني لكرة القدم بمراكز الشباب والأندية حتى المرحلة التاسعة، والبالغ عددها إجمالاً 4374 مركز بالإضافة إلى المنشآت الشبابية والرياضية الأخرى. وتضمنت أعمال التطوير 5 مراكز للتنمية الشبابية والرياضية، فروع لسلسلة سيتي كلاب تطوير الاستادات في المحافظات كلها. قدرنا أن احنا نتعاون وطنياً أن احنا نطور الاستادات بشكل يخدم المحافظات في أندية وتطوير الاستادات، فروع لسلسلة نادي النادي. وقدرنا يا فندم ان احنا لتشجيع حضرتك دخول القطاع الخاص ان احنا نطور هذه العلاقه مع القطاع الخاص، وصلنا ل 40 نادي خاص، وهو الامر الذي تم التوسع فيه مؤخرا كاحد اهم الشراكات التي تتبناها الدوله المصريه مع مؤسسات القطاع الخاص والتعاون معه ودعمه في المجال الاقتصادي الرياضي. يعني مع الاحتفاظ بالجانب الخدمي اللي موجود للرياضه قدرنا ان احنا نطور مفهوم الاقتصاد الرياضي وصناعه الرياضه المصريه. وتتوج تلك النهضة الرياضية بامتلاك مصر الواحدة من أعظم وأكبر المنشآت الرياضية على مستوى العالم، وهي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي وجهتم سيادتكم بإنشائها والتي تؤهل مصر لجاهزيتها لتنظيم كبرى المنافسات الرياضية. الحقيقة يا فندم في أول مرحلة قدرنا إن احنا نستضيف تعاونا مع القوات المسلحة إن احنا نستضيف بطولة العالم للرماية، وده كان حدث كبير جدا في المرحلة الأولى، وافتتحنا الجزء الأول من المرحلة الأولى، وبفضل ذلك أصبحت الدولة المصرية مقصدا ومركزا رياضيا عالميا جاهزا لاستضافة مختلف المنافسات والبطولات القارية والدولية. فخلال فترة بين عامي 2018 و2021 استضفنا 141 بطولة قارية وعالمية، وهو رقم تفوقت به الدولة المصرية. ما فيش دولة قدرت من 2000 يعني فترة الكوفيد حتى الآن تنظم وتستضيف البطولات الرسمية مع الاتحادات الدولية إلا مصر، واستضفنا 141 بطولة، بطولات عالم اتحادات الدولية موجودة. وعلى المقابل الآخر أيضا استضافة الأحداث الرياضية غير الرسمية اللي بنشط بيها المفهوم الرياضة والسياحة وحاجات كتير، قدرنا ان احنا ننظم 241 ايفنت داخل مصر تعاونا مع الجهات المختلفة. طبعا احنا كمان تفردا على المستوى العالمي خلال استضافه بطوله العالم لكره اليد والتي شرفنا بافتتاحها بحضور سيادتكم في يناير من العام الماضي بمشاركه 32 دوله لاول مره في تاريخ البطوله، واقامتها في دوله واحده على غير المعتاد في نظام البطوله، وفي ظل نظام مصري فريد من التدابير والاجراءات الاحترازيه في ظل انتشار فيروس كورونا، وكانت بمثابه الركيزه التي استندت عليها الاسره الرياضيه الدوليه فيما بعده بعد عوده الحياه إلى المنافسة. وده برسالة مسجلة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية شكر الحكومة المصرية وأفرض أنه هنقدر أن احنا نتعامل مع الإيفنتات الرياضية بعد هذه الدورة. وكان المبادرة المصرية الفريدة حياة كريمة فضلا كبيرا في إحداث نقلة نوعية أخرى في تطوير البنية الشبابية والرياضية، فوجهتم سيادتكم بالاهتمام بتطوير الخدمات ومن بينها مراكز الشباب داخل مبادرة حياة كريمة، فشمل ذلك 1041 مركزا جديدا إضافة إلى الأرقام السابقة بين الإنشاء الجديد والتحديث والتطوير خلال المرحلة الأولى من المبادرة في الصعيد والدلتا وفي محافظات القناة والأسكندرية ومطروح. والحقيقة يعني المرحلة الثانية بندرس أعداد أكثر يعني تنطيقا مع دولة رئيس الوزراء والجهات المعنية. إحنا 54 مركز بيطور من خلال الوزارة، 532 من خلال وزارة الإسكان، و455 مع الهيئة الهندسية، ودي المرحلة الأولى. وهلا ذلك تحويل أهل ذلك تحويل مراكز شباب إلى مراكز خدمة مجتمعية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والتوعية البيئية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دورها الملموس في تنمية الوعي والانتماء بين أوساط النشء والشباب ونشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة بين جميع المواطنين. فأصبحت مظلة حياة كريمة مضمون ومفهوم إنشاء وبناء
تطوير وتعليم ومساندة للقرية المصرية، تساعد على بناء دولة الأمل والعمل، الدولة السالمة وليست المستسلمة، وكما وصفت سيادتكم دولة الحلم والعلم، الدولة العفية التي تبنى بسواعد قيادتها السياسية وشعبها. واسمح لي فخامة الرئيس باستعراض نموذج من البناء والتطوير يتم افتتاحها بمدينة 6 من أكتوبر لجيل جديد من المنشأ الخدمي. أولاً افتتاح النادي بمدينة 6 من أكتوبر، فقد تم إنشاؤه على مساحة 80,000 متر مربع بهدف تقديم خدمة رياضية اجتماعية شبابية بسعر اقتصادي والمساهمة في بناء الإنسان المصري في شتى المجالات الرياضية والاجتماعية والصحية، ويقع في مدينة 6 من أكتوبر بتكلفة تقديرية 665 مليون جنيه، ويستهدف ضم أكثر من 80,000 عضوية عاملة، ويضم عدد من المنشآت الرياضية والأماكن الترفيهية والمتنزهات الاجتماعية والمناطق الخضراء بالإضافة إلى المنشآت الخدمية الرياضية. يعني المفهوم الخدمي والاجتماعي والتثقيفي لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة مع استراتيجية الدولة مجهود إن حضرتك وجهت إن كل طبقات المجتمع تكون موجودة من مراكز الشباب للأندية للأندية العامة في مصر 1200 نادي. احنا في الحقيقه يعني تصاعد الانديه والدخول حققنا قدر اخر من مفهوم جديد للانديه ان كل طبقات تقدر تدخل بشيء يقدر ان هو يشترك بيه، وبيشمل كل مفردات المنشا الرياضي من صالات رياضيه من انديه صحيه من ملاعب متعدده للمنازلات وغيرها من المناشط الرياضية، وأيضا لا نغفل الجانب الاجتماعي بشكل كبير جدا والجانب التثقيفي في مسرح مفتوح، فلم يغفل النادي في توزيع مفرداته على أي شيء أو أي مكون إلا وهو موجود، وده جيل تاني هيكون ليه أفرع إن شاء الله قريبا نفخر بافتتاحها من خلال سيادة فخامة الرئيس. ثانيا يا فندم، إحنا في جيل جديد تاني من المجمعات الصالات الرياضية. الدولة المصرية في الحقيقة يعني قدرت ان هي من فترة تعمل صالات، لكن احنا في طفرة كبيرة وكتيرة جدا في الصالات مفهوم السمارت او الابنية الذكية راح كمان للصالات الرياضية، وده تجسد في مجمع حسن مصطفى للالعاب الجماعية وكرة اليد، ويمثل احد اهم الاضافات بالغة الاهمية للبنية الرياضية المصرية كونه اولا يمثل تحولا جذريا بين الجيل القديم لصالات الالعاب الرياضية المغطاة في مصر وبين الجيل الجديد الذي يتواكب مع أحدث التقنيات العصرية والمواصفات المعمارية العالمية لصالات الألعاب الرياضية، وقد تم إقامته على قطعة من الأرض الفضاء غير المستغلة أيضا بمنطقة 6 من أكتوبر على مساحة 30,000 متر مربع، وتم تنفيذه تحت إشراف إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية مع كبرى الشركات من القطاع الخاص خلال عام ونصف وبتكلفة تقديرية بلغت مليار و500 مليون جنيه، ويشتمل على مجمع للألعاب الجماعية لكرة اليد تضم صالة رئيسية تسع لعدد 4500 متفرج وصالة فرعية تم استخدامها كصالات للتدريب، وهي بذلك تفي بالمتطلبات الخاصة بالمنافسات الدولية. الحقيقة يا فندم المجمع كمان يعني قدرنا ان احنا يكون في مقر للاتحاد الافريقي فرعي في هذا المجمع والاتحاد المصري لكرة اليد، وايضا الاكاديمية استضافت الاكاديمية الافريقية لكرة اليد، لكن ما هو الا تطوير لقاعدة الممارسة والبطل المصري من خلال ابراد حضرتك وجهت دايما يكون ثقافة البطل وثقافة الاجتماعية موجودة لاولادنا وشبابنا اللي بيشوفوا في مصر هو اللي بيشوفوا بره في البطولات الرياضية، وده حقق 30% من اعدادنا للبطل الرياضي بالاضافة الى الاشياء الاخرى. طبعا بالاضافة الى حمام سباحة ونادي صحي وقاعة للاجتماعات بالمبنى الاداري ومكاتب ادارية، كما يشمل هذا الصرح على مقر للاتحادات. فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الدعم الكبير.